السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن طرق حفظ الأغذية. وبالنسبة لطرق حفظ الأغذية دي بتعتمد على عدة أسس، يا إما بحفظ الأغذية عن طريق التحكم في درجة الحرارة، أو إن أنا بتحكم في الرطوبة، أو من خلال استخدام المواد الحافظة، أو استخدام التشيع. كما إن بيعتبر من طرق حفظ الأغذية اللي هي أول حاجة اللي هي خفض الحمل الميكروبي، وده له عدة طرق من خلالها بقدر أتحكم في الحمل الميكروبي اللي موجود على أي مادة غذائية بهدف إن أنا أطيل فترة حفظها. الأربع أسس اللي اتكلمنا عليهم اللي هي عن طريق التحكم في درجة الحرارة، ممكن أحفظ الأغذية من خلال التحكم في الحرارة، من خلال رفع درجة الحرارة أو خفض درجة الحرارة. وبالتالي في الحالة دي ممكن أرفع درجة الحرارة بنسبة عالية أو بنسبة بسيطة. وبالتالي بنقسم طرق الحفظ لطرق حفظ مؤقت وطرق حفظ مستديم حسب درجة الحرارة اللي أنا بعامل المادة الغذائية بيها والمدة، لأن كلمة معاملة حرارية بتشمل حاجتين: درجة حرارة وفترة زمنية. وبالتالي من خلال التحكم في الحرارة برفع درجة الحرارة. لو رفعت درجة الحرارة بنسبة بسيطة، بالتالي بنسمي طريقة الحفظ دي طريقة الحفظ بالبسترة، ودي من خلالها بحفظ المادة الغذائية من عدة أيام أو عدة أسابيع لعدة شهور. لو رفعت درجة الحرارة بنسبة عالية، دي بسميها التعقيم التجاري أو التعليب، ودي من خلالها بقدر أحفظ المادة الغذائية من عدة شهور لعدة سنوات. وبالتالي بسمي البسترة دي من طريقة حفظ مؤقت، أما التعليب أو التعقيم دي طريقة حفظ مستديم لأنها أقدر أحفظ الغذاء فترة طويلة. من خلال التحكم برضو في الحرارة، أن أنا أخفض الحرارة ممكن أخفضها بمعدل بسيط أو بمعدل كبير. وبالتالي برضو بنقسم طرق الحفظ من خلال خفض درجة الحرارة طرق حفظ مؤقت وطرق حفظ مستديم. طرق الحفظ المؤقت اللي هي التبريد، ودي برضو بقدر أحفظ الغذاء من عدة أيام لعدة أسابيع. أما طرق الحفظ المستديم من خلال خفض درجة الحرارة اللي هي التجميد، وده من خلاله ممكن أحفظ المادة الغذائية لعدة شهور لعدة سنوات. وبالتالي بنقول يبقى من خلال التحكم في درجة الحرارة بقدر أحفظ المادة الغذائية فترة بسيطة أو فترة كبيرة من خلال خفض أو رفع درجة الحرارة. تاني أساس ممكن أحفظ المادة الغذائية اللي هي عن طريق التحكم في الرطوبة، والمقصود بالرطوبة اللي هي المية الموجودة في المادة الغذائية. وبالتالي الرطوبة ممكن أتحكم فيها يا إما من خلال التخلص منها، وده اللي هو زي طريقة الحفظ بالتجفيف، أو إن أنا الرطوبة الموجودة أربطها من خلال إضافة بعض المواد زي السكر والملح. المية بتبقى موجودة بس مربوطة، وبالتالي ممكن أحفظ برضو الغذاء لفترة بسيطة أو فترة كبيرة حسب كمية المادة اللي أنا ضايفها لربط المية. تالت حاجة ممكن المية تبقى موجودة بس حولها من صورة اللي هي الصورة الحرة إلى الصورة زي مجمدة زي التجميد، وده بنسميه جفاف فسيولوجي. المية بتبقى موجودة أو الرطوبة موجودة بس ما أقدرش الكائن الحي يعني بيقلل استفادته منها، وبالتالي ممكن أحفظ الغذاء فترة طويلة. يبقى التجميد والتجفيف ده بيعتبر من طرق الحفظ المستديم. الملح او السكر اللي انا بضيفه لبعض المواد الغذائيه عشان اربط الميه، لا ممكن احفظ الماده الغذائيه فتره كبيره او فتره قصيره حسب الكميه اللي انا ضايفها منه. الاساس الثالث لطرق الحفظ غير التحكم في الحراره والتحكم في الرطوبه هي استخدام المواد الحافظه. والمواد الحافظه بنقسمها لقسمين برضو، يا اما حفظ مؤقت او حفظ مستديم حسب الكميه اللي انا بضيفها. على سبيل المثال عندنا بعض المواد الحافظة الطبيعية زي السكر والملح، لو ضفت الملح بنسبة بسيطة فبقدر أحفظ المادة الغذائية لفترة بسيطة، لو ضفت الملح بنسبة كبيرة ممكن أحفظ المادة الغذائية حفظ مستديم أو أحفظها لفترة طويلة. كذلك السكر،
لو انا ضفت السكر لاي ماده غذائيه بنسبه اقل من 50% بقدر احفظها حفظ مؤقت، لو اعلى من كده ممكن احفظها حفظ ايه مستديم او حفظ فتره كبيره. رابع اساس من الاسس اللي بيعتمد عليها حفظ الاغذيه هي المعامله بالاشعاع، وبرده المعامله بالاشعاع بنقسمها لقسمين، حفظ مؤقت وحفظ مستديم. اللي هي الحفظ المؤقت بالاشعاع اللي هي بنسميها البسطره بالاشعاع، ودي بستخدم جرعات منخفضه من الاشعاع في معامله الماده الغذائيه، وبالتالي بقدر احفظ الماده الغذائيه لفتره بسيطه. لو استخدمت جرعات اعلى فبالتالي ده بنسميه التعقيم على البارد، يعني ما بستخدمش فيه اي معامله حراريه، وبالتالي بقدر احفظ الماده الغذائيه لفتره طويله، وبالتالي بنسميه التعقيم على البارد عكس التعقيم التجاري اللي هو التعليب اللي بيستخدم فيه معامله حراريه. الحقيقه اول حاجه اللي هي اللي بيعتمد عليها ان انا احفظ الماده الغذائيه لفتره كبيره هي خفض الحمل الميكروبي. خفض الحمل الميكروبي اللي هو ان انا بقلل عدد الميكروبات الموجوده على الماده الغذائيه، وده بيتم من خلال عده طرق. زي اول حاجه الغسيل، اما بغسل اي المواد الغذائيه الداخله في التصنيع بقلل الحمل الميكروبي عليها، وبالتالي لما بقلل الحمل الميكروبي بقدر احفظها لفتره طويله. انا عشان ازود كفاءه عمليه الغسيل واقدر احفظ الحاجه او الماده الغذائيه لفتره اطول، ممكن بنستخدم مع ميه الغسيل بعض المواد المطهره زي الكلورين والبوركس اللي هي بتضاف لميه الغسيل، وبالتالي بزود فتره حفظ الماده الغذائيه، لان المواد المطهره دي بتساعد في تقليل الحمل الميكروبي. ثالث حاجه ميه الغسيل، لو انا استخدمت ميه غسيل درجه حرارتها اعلى شويه او دافيه، كل ما برفع درجة حرارة كل ما بيزداد التأثير الحافظ لعملية الغسيل. يبقى أنا من خلال الغسيل بالمية أزود كفاءة عملية الغسيل من استخدام مواد مطهرة، أرفع درجة حرارة المية بتاع الغسيل. بعض المواد الغذائية زي البطاطس اللي هي بتكون درانات مزروعة طبعا تحت الأرض، بيبقى عليها طبقة من الطين، فيفضل تاني ان انا قبل ما اغسلها اعمل لها عمليه نع، لان عمليه النع بتساعد في زياده كفاءه عمليه الغسيل. وعشان ازود كفاءه عمليه الغسيل يفضل ان انا استخدم بعض الفرش او اللي هي الاحتكاك، فعمليه الاحتكاك برضو بتساعد في كفاءه عمليه رفع كفاءه عمليه الغسيل. من ضمن الطرق اللي بتستخدم لخفض الحمل الميكروبي هي عمليه الفرز. الفرز بغرض استبعاد الثمار او الاجزاء التالفه، وبالتالي دي بيكون الحمل الميكروبي بتاعها اعلى، وبالتالي لما بستبعدها عن الثمار السليمه فبرضه بساعد في خفض الحمل الميكروبي للماده الغذائيه. وبالتالي احنا بنعتبر اللي هي اول عمليه من عمليات الحفظ اللي هي خفض الحمل الميكروبي. وزي ما قلنا خفض الحمل الميكروبي هيتم من خلال عملية الغسيل، وبنزود كفاءة عملية الغسيل والمرة تانية من خلال إضافة بعض المواد المطهرة، رفع درجة حرارة مية الغسيل، الاحتكاك بعد الاحتكاك برضو بنقول عملية الفرز من الحاجات اللي هي بتقلل الحمل الميكروبي. المواد الغذائية بتفسد طبعا نتيجة تأثير عوامل داخلية وعوامل خارجية. عوامل خارجية اللي هي زي ما بنقول اللي هي الكائنات الحية الدقيقة اللي هي بتشمل البكتيريا والخمائر والفطريات، وفي عوامل داخلية اللي هي الإنزيمات الموجودة داخل الأنسجة الحية أو الأنسجة النباتية أو الحيوانية. يبقى الطريقه الثانيه اللي هي اللي عشان احفظ الماده الغذائيه، هناخد اول حاجه اللي هي من خلال التحكم في درجه الحراره. التحكم في درجه الحراره قلنا عن طريق خفض درجه الحراره، وفي الحاله دي قسمناها لقسمين اللي هي طرق حفظ مؤقت، ودي بنسميها طريقه الحفظ بالتبريد، اما الطريقه الثانيه اللي هي طريقه الحفظ بالتجميد. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان التبريد بيتم على درجه حراره من ناقص 1 ل 8 درجه مئويه، وفي هذه الحاله بيساعد على حفظ الماده الغذائيه من عده ايام لعده اسابيع.
اما التجميد في الحاله دي فانا بجمد الماده الغذائيه لدرجات حراره عاده بتكون من اقل من ناقص 10 وممكن تصل لناقص 40 ناقص 50 درجه مئويه. طبعا كل ما بخفض درجه حراره كل ما معدل التبريد بيكون اسرع وكل ما كان ايه افضل. اللي بيحدث اثناء الحفظ بالتبريد ان انا بقلل الكائنات الحيه الموجوده بنقسمها لثلاث اقسام اللي هي بكتيريا محبه للحراره، بكتيريا محبه للحراره المتوسطه، وفي بكتيريا اللي هي المحبه للبروده. وبالتالي انا بوقف نشاط البكتيريا المحبه للحراره والمحبه للحراره المتوسطه، لكن في بعض الميكروبات اللي هي المحبه للبروده دي برضو هي بيناسبها درجات الحراره المنخفضه، وبالتالي برضو دي بتساعد او هي اللي بتسبب فساد الايه الاغذيه. التبريد لما بخفض درجه الحراره بقلل نشاط الانزيمات او النشاط الحيوي داخل الانسجه سواء كانت حيوانيه او نباتيه، وبالتالي اما بقلل النشاط بتاعها بزود فتره الحفظ. الحقيقه برضو زي ما قلنا عشان ازود كفاءه عمليه الغسيل قلنا كنا بنضيف مواد حافظه ارفع درجه الحراره، برضو انا ممكن في التبريد بزود كفاءه عمليه التبريد من خلال استخدام اللي هي الاشعة فوق بنفسجيه، وده زي ما بيحدث في العنابر او الثلاجات اللي بيتم فيها تعتيق اللحوم، لان عمليه التعتيق دي بتتم على درجه حراره حوالي 4-5 درجه مئوي في ثلاجات، وبالتالي لو انا سبت اللحوم لفتره طويله فبينمو عليها بعض الكائنات الحيه الدقيقه وتسبب فسادها. فانا عشان ازود كفاءه عمليه التبريد بنستخدم لمبات من الاشعه فوق بنفسجيه اللي هي ودي بيكون التأثير بتاعها تأثير سطحي معايا، بحيث انها بتمنع اي نموات ايه بتنمو على السطح، ودي عملية تعتيق بتكون عملية مهمة جدا لتحسين جودة اللحوم. اللي بعد عمليات الذبح بضطر اعمل عملية تعتيق، وبعد عملية التعتيق دي ممكن احفظ اللحوم بتاعتي اجمدها عشان احفظها فترة طويلة. برضو عشان ازود كفاءة عملية التبريد ممكن بنستخدم او بننقع بعض الأنسجة زي الأنسجة الحيوية، ممكن ننقعها في محاليل من المضادات الحيوية، وبالتالي برضو اقدر ايه ازود كفاءة عملية التبريد واحفظ المادة الغذائية بتاعتي لفترة طويلة. يبقى باختصار عملية التبريد هي حفظ المادة الغذائية على درجة حرارة من ناقص 1 لحوالي 8 درجة مئوية، ودي من خلالها بقدر احفظ الاغذيه فتره من عده ايام لعده شهور. بحفظ بيها زي البطاطس اللي هي بتخش في صناعه الشيبسي، انا عشان احفظها فتره طويله بيفضل ان انا احفظها بالايه التبريد. بس في حاجه مهمه جدا بالنسبه للبطاطس، لو انا حفظتها بالتبريد وبعد كده اصنعها شيبسي او اعمل عمليه تحمير، يفضل طبعا قبل ما استخدمها بفتره لازم اطلعها من الثلاجه، لان مع حفظها في الثلاجه يبتدي النشا بتاع الموجود فيها بيتحول للسكر، والسكر ده اثناء عمليه التحمير طبعا بيؤدي الى ظهور لون بني محروق في البطاطس، وبالتالي ده طبعا بيحصل له كرمله، وبالتالي ده بيدي مظهر غير مقبول. وبالتالي البطاطس اللي انا هصنعها شيبسي بعد ما قبل ما اصنعها بفتره بطلعها من الثلاجه عشان النشا السكر اللي اتحول ده يتحول تاني ليه لنشا وما يظهرش العيب ده فين في المنتج بتاعي. الطريقه الثانيه من طرق الحفظ باستخدام من خلال التحكم في درجه الحراره هو الحفظ بالتجميد. حفظ بالتجميد ان انا بحفظ درجات حراره بحفظ الاغذيه اللي عندي على درجه حراره اقل من تحت الصفر درجه مئوي، وده بنقسمه لقسمين تجميد بطيء وتجميد سريع. التجميد البطيء عاده بيتم على درجه حراره ناقص 10 ناقص 20 درجه مئوي درجه مئويه، وعن بعكس التجميد السريع ان انا بحفظ الماده الغذائيه على درجات حراره بتكون ناقص 40 درجه مئويه. وبالتالي كل ما بيكون درجه الحراره منخفضه كل ما بيكون معدل التجميد سريع، وده بيبقى له تاثير على صفات وجوده المنتج او الماده الغذائيه بتاعت اللي انا بجمدها. اللي بيحدث اثناء التجميد ان المياه الموجوده داخل الخلايا بيبتدي تتحول
اللي بلورات تلج، كل ما كان التجميد بطيء كل ده ما بيدي فرصة للمية الموجودة أو بلورات المية اللي بتتكون حجمها بيكبر، وكل ما حجمها كبر بيؤدي إلى تكسير الجذر بتاع الخلايا. المية الموجودة داخل الخلية دي مش مية نقية، لا دي مية دايب فيها بعض العناصر المعدنية، دايب فيها الفيتامينات دايبة في المية، بعض البروتينات، وبالتالي بنقول على المية دي اللي هي ممكن النتيجة ما بتتجمد، المية ما بتتجمد حجمها بيزيد، وبالتالي لما حجمها بيزيد بيؤدي إلى تكسير جذري للخلايا، فممكن المية دي بتخرج أو بنسميها الدريب. الدريب ده طبعا كل ما كانت كميته كبيرة كل ما ده بيعتبر فقد في القيمة الغذائية. عكس التجميد السريع ما بيديش فرصة لبلورات التلج اللي بتتكون ان حجمها يكبر، تكون بلورات صغيرة وبالتالي بيكون معدل التكسير في جذر الخلايا قليل، وبالتالي كمية السائل المنفصل او الدريب اللي خارج ده بيكون قليلة، وبالتالي الفقد في القيمة الغذائية بيكون اقل. عشان كده احنا دايما بنفضل التجميد السريع عن التجميد البطيء عند حفظ الأغذية، لان التجميد السريع زي ما قلنا بيقلل معدل التكسير في جذور الخلايا بيبقى قليل، وبالتالي كمية الدريب او السائل المنفصل اللي هو بيحتوي على عناصر معدنية وفيتامينات وبروتينات دايبة في المية بيكون اقل، وبالتالي القيمة الغذائية بتاع المنتج بتاعي بيكون اعلى. يبقى الفرق بين انا بعد ما بجمد الماده الغذائيه بعمل لها عمليه حفظ، لان المنتج بعد ما جمدته ما ينفعش اطلعه في الجو العادي، لازم برضو احافظ عليه اخزنه في الثلاجات. الثلاجات التخزين عاده بتبقى درجه الحراره بتاعتها اقل من درجه الحراره اللي انا قدرت عليها التجميد. في حاله التجميد المؤقت التجميد البطيء بتبقى درجة تخزين المنتج حوالي ناقص 10، في حالة التجميد السريع بخزن المنتج على ناقص 20 درجة مئوية. وبالتالي أنا ممكن أعمل مقارنة ما بين التجميد البطيء والتجميد السريع. في وجه المقارنة بنقول مثلا الزمن، التجميد السريع ممكن بياخد من نص لساعتين، التجميد البطيء ممكن ياخد حوالي 24 ساعة على بال ما المنتج يتجمد. وبالتالي بنقول الفقد او معدل التكسير في جذور الخلايا في حاله التجميد البطيء يكون كبير، في حاله التجميد السريع يكون قليل، وبالتالي بنقول كميه السائل المنفصل في وجه المقارنه في حاله التجميد البطيء يكون كبير، في حاله التجميد السريع يكون قليل. الفقد في القيمه الغذائيه في حاله التجميد البطيء هيكون اكبر، في حاله التجميد السريع هيكون اقل. ولذلك بنقول يفضل دايما ان انا اجمد الاغذيه تجميد سريع عن التجميد البطيء. طبعا الاغذيه اللي هي فتره او درجه حراره بخزن عليها المنتج المجمد في حاله التجميد البطيء بجمده على ناقص 10، اما المنتج المجمد تجميد سريع بخزنه على ناقص 20. درجه الحراره بجري عليها التجميد البطيء بتكون من ناقص 20 درجه مئوي، الثاني بيكون من ناقص 40 لناقص 50 درجه مئوي، وبالتالي بنقول التجميد السريع دايما بيكون اسرع وافضل من حيث المحافظه على القيمه الغذائيه. الحقيقه التجميد بيعتبر من افضل طرق الحفظ لانه تقريبا بيحافظ على الماده الغذائيه اقرب ما يكون للماده الطازجه. بنقول طبعا هو في طرق تجميد طبعا افضل من في طرق حفظ افضل من التجميد، بس احنا بنقول على المستوى الاقتصادي بيعتبر التجميد التجميد من الناحية الاقتصادية أفضل طرق الحفظ اللي ممكن أحفظ بيها المادة الغذائية، لأن في طرق حفظ تانية أفضل بس مكلفة جدا، وبالتالي صعب إن أنا أستخدمها مع الأغذية العادية.